ولتسليط الضوء على أوضاع المسيحيين معنا من أربيل النائب السابق في البرلمان العراقي جوزيف إصليوة، مرحبا بك معنا. تحياتي طيبة لكم وشكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بكم. يعني هجرة كبيرة للمسيحيين منذ عام 2003 وإلى اليوم، هل هناك إحصائية دقيقة لأعداد المسيحيين الذين غادروا البلاد؟ تحياتي طيبة لكم جميعا ولجميع المشاهدين قناتكم الأخرى. في الحقيقة المسيحيين يعانون منذ سنوات خلت، وكانت أول مذبحة بحقهم كانت عام 1933 في إبان نظام الحكم الملكي، ومن ثم توالت المذابح وتوالت عليهم التهجير والقتل على الهوية. ولكن بعد 2003 أكبر هجرة وأكبر تهجير حصل للمسيحيين العراق بداية 2004 أو نهاية أصل معذرة نهاية 2004 بداية 2005، فبالتالي العراق خسر قرابة 1,750,000 عراقي في غضون سنة واحدة، ولا يزال العراقيين المسيحيون من الكلدان السريان الآشوريين يهاجرون البلد بسبب عدم وجود الأمان، بسبب وجود قوانين عنصرية، والدستور هو الآخر عنصري قومي ديني، وبسبب الملاحقات والمضايقات، وبسبب هضم الحقوق، وبسبب الاستبداد الذي يحصل بحقهم. لذا اليوم لم يتبقى في العراق أكثر من 500 إلى 600 ألف مسيحي للأسف الشديد إلى يومنا هذا. يعني أنت ذكرت بعض الأسباب سيد جوزيف، وهذه أسباب مهمة في الحقيقة، سواء الملاحقات، القوانين العنصرية كما تقول، عدم وجود يعني أمان للمسيحيين. هل تعتقد بأن هذا الأمر كان مخططا له، أم أنه جاء بفعل ما عاشته البلاد وتعيشه حتى اليوم من ظروف صعبة؟ لا يا سيد الكريم، مخطط له من قبل من؟ اليوم بسبب وجود الانحناف الأمني، وبسبب وجود السلاح المنفلت بأيادي مجاميع مسلحة عسكرية تدعي انها تنتمي لهذه الطائفه ولتلك الطائفه لهذا الحزب وذاك الحزب، ادى الى هذه النتائج التي وصلنا اليها. واسمحوا لي ان اعرج على نقطه جدا مهمه. حينما نتحدث عن تهجير المسيحيين، المسؤولين في العراق يتحدثون عن بانه هنالك داعش وقاعده في العراق. انا تساءلتهم، يعني سالتهم هل فعلا كان هنالك داعش وقاعدة في الوسط والجنوب؟ الجواب لا، لأنه التهجير والهجرة بعد 2003 ابتدأت من بصرة نزولا إلى أربيل ومن ثم بقية المناطق الأخرى. فعليه هذه النتائج أتت من خلال السلوكيات الموجودة، وفي جوهرها هي سلوكيات استبدادية داعشية، ولكن الأسماء تختلف. نعم. عليه هذه كانت بفعل هذه المجاميع المسلحة التي تمتلك السلاح المنفلت في أرض بلاد ما بين النهرين. نعم. طيب كيف أسهمت سيطرة الميليشيات على منازل وممتلكات المسيحيين في تعزيز فكرة الهجرة لديهم؟ للأسف الشديد اليوم العقارات المسيحيين في الوسط، فقط في الوسط والجنوب من عدا الإقليم، تقدر ب 60,000 عقار تم الاستولاء عليها. نعم. من شخصيات متنفذة في الدولة، وبعض الأحزاب في النهار تدعي أنها تنتمي إلى الحشد الشعبي، وفي الليل تمارس دور المافيات وتمارس دور المجاميع الإجرامية المنظمة. فبذلك يتم استحواذ على بيوت المسيحيين وممتلكاتهم بطريقة أو بأخرى، وحتى يضايقونهم في
قوتهم اليومي. فعلى سبيل المثال إذا كان هنالك مطعم راقي في بغداد أو في مناطق الجنوبية من درجة الأولى يذهبون إليهم ويتحارشون بهم أو يطالبونهم بأتاوات أو يعني يخلقون لهم بعض المسائل الكيدية لكي يرموا بالسجون ومن ثم يستولون على هذه الأعمال أيضا. يعني وصلت الدرجة بهم إلى هذه الدرجة اللا إنسانية والمخالفة لجميع الشرائع والمفاهيم الإنسانية والدينية للأسف الشديد. نعم نعم، ثمت صمت وإهمال حكومي كما يقول مراقبون متعمد لهذا الملف، ما 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 أسبابه الرئيسية؟ ما احتراماتي لجزئية بسيطة التي هي من ضمن منظومة الحكم اليوم. من يعني الحكومة من من تتشكل؟ الحكومة تتشكل من هذه المجاميع المسلحة الإرهابية الموجودة في المدن العراقية. أنا نوهت أنه في النهار يدعون بأنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي وفي الليل يمارسون هذه الممارسات الإجرامية. فبالتالي اليوم أغلبية الأحزاب وأغلبية الكتل المتواجدة في دفة الحكم يمتلكون أذرع عسكرية وأذرع مسلحة. فلا يعني الحكومة تعاقب من؟ هل يعقل أن تعاقب نفسها وتعاقب أفرادها وتعاقب من ينتمون إليها؟ لا هذا الأمر غير منطقي وغير معقول حقيقة. يعني هم الخصم والحكم كما يقول المثل. هل هناك أخيرا أمل بعودة المهجرين المسيحيين إلى العراق؟ يا سيدي الكريم، في ظل وجود هذا النفس العنصري الطائفي المتغلغل في الدستور والمتغلغل في القوانين والمتغلغل في مؤسسات الدولة، هذا الأمر لا أمل منه. اللهم إذا كان هنالك يكون ديمقراطية حقيقية على أرض الواقع ويكون هنالك حكم ذاتي لأصحاب الأرض الأوائس العراق من التزام السبيان الأشوريين، حينها يطمئنون العراقيين المسيحيين الذين هم خارج البلد والعراق يعيش دواخلهم في دواخلهم ليعودون إلى العراق ويتمتعون بالأمان والأمن. من أربيل عبر الخط الهاتفي النائب السابق في البرلمان جوزيف سليوا، شكرا جزيلا لك.